أين كان الأمن العراقي عندما التحالف الدولي عندما سقطت المحافظات بيد داعش؟ ماذا قدم التحالف الدولي له؟ لولا أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية وفتوى المرجعية ودعم الجمهورية الإسلامية لما بقيت محافظة إلا وسقطت بيد داعش، وكنا قد ذهبنا إلى سيناريو شبيه بالسيناريو الذي يحدث في أفغانستان اليوم. أفغانستان اليوم مثال واضح والدليل، 20 عام الاحتلال الأمريكي يدعي تدريب وتسليح الجيش الأفغاني ويدعي بناء دولة المؤسسات في أفغانستان، وها هو اليوم يغادر ويترك أفغانستان ويسلمها إلى طالبان. وشاهدنا كل من كان يراهن على الوجود الأمريكي ويراهن على التحالف الدولي كيف يسقط من أجنحة الطائرات في مطار كابول. هذا هو مصير كل من يراهن على التحالف المجرم المشؤوم في العراق، يجب عليه أن يغادر ويجب عليه أن يرحل. العراق اليوم قوي، لديه من الإمكانيات والمؤهلات والجهوزية التي تمكنه من الحفاظ على وحدته وعلى سيادته وعلى أمنه وعلى استقراره.